أخبار اليوم. مصر والسعودية مش مجرد أشقاء، الحقيقة إحنا في علاقة تاريخية واستراتيجية لا يمكن بحال من الأحوال اللي تهزها أي عواصف، لا يمكن بحال من الأحوال إنها تبور عليها أنواء الزمن. العلاقة ما بين مصر و السعودية هم جناحين. بالتأكيد هذه الزيارة تضيف إلى العلاقة السعودية المصرية الكثير من التميز، وتضيف إليها الكثير من النجاحات التي سبق أن تحققت في عهد الملوك السابقين. والعلاقة المصرية السعودية علاقة تاريخية بدأت منذ عهد الملك عبد العزيز المدارس، وامتدت هذه العلاقات حتى ولو مرت في بعض الظروف الى شيء من التباين في وجهات النظر، لكنها ظلت تحكمها مجموعه من الرؤى التي رسخت هذه العلاقه وابقتها دائما في وضعها الطبيعي وفي وضعها الصحيح. احب اتقدم بالشكر الجزيل على الاستقبال الرائع اللي احنا شفناه، اللي يختزل الصراحه في طريقته الطيبه والكرم والقرب من القلب اللي نلقاه من الاخوه المصريين. زياره خادم الحرمين الشريفين للمملكه، ولنا الشرف في اننا نكون مع الوفد المرافق لمعالي، ولا شك وجود لجلالته ولا شك وجود وفود بهذا الحجم دليل على اهميه مصر، ومصر العملاقه مع المملكه لا شك يشكلون ثقل في المنطقه في ظل التحديات اللي تشاهدها المنطقه العربيه، وتواجه توافق وجهات النظر بين مصر والمملكه سيكون لها دور كبير في الاستقرار في المنطقة العربية. أما من ناحية الثقافة فمن الصعب أنه سرد تأثير الثقافة المصرية سواء الأدبية أو المسرح اللي نشأنا عليها إحنا، وكان لها تأثير في نشر الثقافة في جميع دول الخليج والدول العربية. الفقه تذكر دائما أن الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، فنحن جميعا عربا عيال على مصر ثقافيا. هذا أمر الحقيقة طبيعي. الثقافة كما نعرف لا تصنعها المؤسسات الرسمية، الثقافة تصنعها الشعب، الثقافة تصنعها المرأة والطفل والرجل. ولذلك ما أسعد الحقيقة في رؤيته في مثل هذه الهيئة، هي هيئة تنظم الحقيقة، هي لا تصنع ثقافة لكنها تنظم. ولذلك ربما الأنشطة الثقافية في مصر نحن نعرفها جميعا أكثرها ربما يتم مع تقديري خارج ربما حتى غير قصور الثقافة أو الهيئة المصرية العامة للكتاب أو حتى المجلس الأعلى للثقافة.